طيب نروح بقى من النادي الأهلي لنادي الزمالك، شايف نادي الزمالك هيقدر مع كابتن إيهاب جلال يوصل لحد فين في الموسم الحالي اللي احنا فيه دلوقتي؟ لا انا شايف ان يعني لو بنتكلم لوجيك، ما ينفعش ان انا اقيم كابتن ايهاب جلال في الفتره دي. لازم لما اجيب مدرب ادي له فتره طويله انه يشتغل. ده الفرق اللي بين النادي الاهلي وبين الفرقه الثانيه. الاهلي بيسيب المدرب يشتغل فتره طويله وبعد كده بياخد الانتاج بتاعه يعني في الفتره اللي هو محددها له. ما ينفعش يتعامل معاه بالقطعه ان هو مباراه او مباراتين. النهارده خسر من مقاولين، بكره يتعادل مع سموحه. النادي الاهلي ما بيقيمش كده. النادي الاهلي محتاج يشتغل على ده. النادي الزمالك محتاج يشتغل على المدى البعيد. انا كنت يعني على طول بستشهد بنادي الزمالك ب فيريرا جه اشتغل 2014، اخذ بطوله دوري صحيح، واخذ اعتقد سوبر او كاس مصر، فاخذ بطوله ثانيه وكان بيأدي بشكل كويس جدا وما تجددلوش. فدي حاجه من الحاجات برضو اللي عطلت نادي الزمالك شويه. وبعدها توالت المدربين الفنيين على نادي الزمالك بشكل كبير جدا، غير حوالي اعتقد 10 مدربين لغايه دلوقتي في نادي الزمالك. في مدربين ولاد النادي المفروض يبقى في كادر لولاد النادي ما اتعملش. كان ميدو، مؤمن سليمان، لعيبه موجوده دخلت كتير جدا صحيح. الزمالك ما اتعملش كادر جديد. النهارده لو بنتكلم شوفي النادي الاهلي المدربين الموجودين، كابتن حسام بدري فوق 15 سنه، من حوالي 2000 لغايه دلوقتي 18 سنه، خرج منهم 4 سنين او 4 سنين ونص وموجود في النادي الاهلي، يعني بتتكلم في 14 سنه خبره. كابتن احمد ايوب نفس الشيء، بقى له 6 سنين او 7 سنين. كابتن سليمان نفس الشيء. الجهاز الاداري، الجهاز الطبي، في 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 استراتيجيه شغالين بيها على المدى البعيد. ما ينفعش النهارده انا اجيب مدرب اقيمه في مباراه او مباراتين. فاعتقد كابتن ايهاب جلال مدربين مميزين جدا في مصر، اكيد مدرب ليه مستقبل كبير، عنده رؤيه، عنده شخصيه، بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا. هو محتاج وقت، محتاج وقت طويل، مش محتاج ان هو كام ماتش ورا بعض انا اقيمه، لا محتاج ان هو يقعد السيزون ده يعمل تيم كويس. ومنطقي ان البطوله مش موجوده، فما ينفعش ان انا ابدا اتعامل مع نادي الزمالك ان هو بيتنافس على بطوله. لا انا ابدا اتعامل مع نادي الزمالك ان هو يبدا عنده تارجت تاني، ان هو في تاني دوري، في دوري ابطال، في حاجات يقدر يشتغل عليها يبني بيها الاستاديون الجاي. دي حاجه من الحاجات المهمه. اتمنى ان هم يشتغلوا بالشكل دوت. النادي الزمالك برضو من الانديه الكبيره في مصر، نادي عريق، قطب من اقطاب الكره المصريه، اكيد ضلع كبير جدا في منتخب مصر. فاعتقد ان الزمالك لما بيكون برضو واقف على رجليه الكره المصريه بيلاقي شكل مختلف تماما يعني. اكيد طب.